فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ابنتي يخرج بها أو تخرج مع الباص إلى الجامعة قبل دخول وقت صلاة الفجر، ولا تصل إلى الجامعة إلا بعد خروج الوقت، ولا يتوقف الباص في الطريق، كيف تصلي ابنتي؟ هل لها أن تصلي داخل الحافلة؟ هذا يمنع، يجب منع مثل الترتيب هذا، يجب منعه، ما يحرمون الطالبات من الصلاة في الوقت، يدبرون أمرهم، يعني يصلن إذا دخل الوقت يصلن ثم يركب، ولا يأخذ وقت طويل، ما يأخذ وقت طويل، الشأن بالاهتمام والترتيب الصحيح، فلازم يغيرون الموعد ولا يركب إلا بعد ما يصلن، ولو في أول الوقت ما يخالف، إذا دخل الوقت يصلن. نعم.